بهالفيديو راح اشرح قصة الزومبي الجديدة اللي هي قصة الفوضى ببلاك اوبس 4 بشكل كامل. هالفيديو راح يغطي كل شيء نعرفه عن قصة الزومبي الجديدة، واتمنى تتذكروا ان القصة كلها مبنية على الالهة والاديان. فلما اقول الهة الاغريق، الهة الفايكنج او الفراعنة، ما اقصد فعلا الهة، نعرف انه ما في غير الله سبحانه وتعالى، بس هالمصطلحات موجودة بالقصة والقصة خيالية وقاعد اشرحها. وبنهاية الفيديو ذكرت لكم انه ممكن القصة يكون لها علاقة بالدين الاسلامي، لانه القصة اصلا مبنية على الاديان، فشوفوا الفيديو وراح تفهموا. اتمنى قبل ابدا الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، اتمنى نوصل 3000 لايك، ويلا خلينا نبدا. من فترة زمنية طويلة، وأقصد جدا جدا طويلة، يعني قبل الميلاد، قبل التاريخ الميلادي، قبل عصر الرومان والفراعنة، البشر استكشفوا مادة اسمها البريما ماتيريا. هي من أول المواد اللي تم استكشافها بالتاريخ، وهي مو نفس عنصر 115. العنصر 115 بقصة الإيثر يحول البشر إلى زومبيز، وإجا من الفضاء عن طريق الأبوثيكن، وإله استعمالات أخرى ببناء أسلحة وتليبوتر وغيرها. بينما البريما ماتيريا راح تحول البشر إلى زومبي ببعض الحالات، بس هو هدف المادة الأساسي إنه يحقق أي شيء بيتمناه البشر. البريما ماتيريا تقريبا فيكم تفكروا فيها كأنها سحر، مادة فينا تسوي أشياء ما يتخيلها المخ. فعشان أبسط لكم شو هي البريما ماتيريا، هي مادة، يعني مادة فينك تشوفها، فينك تلمسها، مو والله شيء خيالي، واللي عنده اياها فينه فعليا يسوي اي شيء بده اياه، يحقق اي شيء بده اياه. فاستعملوها المجتمعات من زمان لتزدهر اكثر واكثر، فكانوا يستعملوها الملوك، رجال الدين، اي حد له منصب كبير يستعمل هالمادة ليخلي شعبه يزدهر ويتطور اكثر واكثر باستعمال البريما ماتيريا. بس مع الوقت صار مفعول البريما ماتيريا سلبي، صار اي ملك، اي قائد، اي رجل دين عنده البريما ماتيريا، صار المادة تستحوذ عليه بشكل كامل، مو تستحوذ عليه بشكل فعلي، بس صار يصير عنده طمع بشكل مو معقول على استحواذ المادة. بعد ما شاف المادة والقدرة اللي فينها تسويها، فصار الناس عندهم طمع بطريقة مو معقولة لا يستحوذوا على المادة. فبسبب هالشي الازدهار صار يتدمر نوعا ما، واي سلام صار يتحول الى حروب، صار حروب بين الناس نفسها، بين المجتمعات، بين القادة والملوك عشان يستحوذوا على البريما ماتيريا. ومع الوقت اي مجتمع على مدى الاف السنين استحوذ على البريما ماتيريا راح يتدمر وينمحى من الوجود. اخر شيء كل المجتمعات اللي استعملت البريما ماتيريا اتطورت، ازدهرت، صارت شيء جدا خرافي. بعدين صار فيها الطمع، صار فيها الناس يتخانقوا على البريما ماتيريا، صار حروب بيناتهم وتدمرت، ما في ولا مجتمع استعمل البريما ماتيريا وظل موجود الى الوقت الحالي، كله انتهى بالمطاف انه يدمروا بعض. مع الوقت المادة لسه موجودة، قربت على الانتهاء بس لسه موجودة، فانه صارت نادرة نوعا ما، صار حروب بشكل مو طبيعي على المادة، لانه فعليا المادة اي واحد بيستحوذ عليها راح يحقق اي شيء بده اياه، اي شيء بدك اياه فينك تحققه بهالمادة وبتعطيك قوة لا نهائية. فهذا الشيء خلى مجموعة من تسعة اشخاص ما حدا بيعرف شو هم، ناس بيحكوا حكماء، علماء، رجال دين، المهم تسعة اشخاص ما حدا بيعرف مين هم بالضبط، اتفقوا انه المادة هي جدا جدا خطيرة على البشر ولازم يخفوها عن البشر بشكل كامل. فعلا هذا الشيء اللي سووه، ومع مرور الوقت اي حد من البشر بيستكشف اي شيء عن البريما ماتيريا، الناين او التسع اشخاص دول بيجوا بيستحوذوا عليها بشكل كامل، بيحاولوا يمسحوا اثر المادة هي من الوجود، لانه بيعرفوا انه اي مكان راح تتواجد فيها المادة راح يزهروا لوقت من الاوقات، بعدين راح يتسبب هالشيء لدمار وحروب، ونفس الشيء قاعد يتكرر. عشان هيك قرروا انه اي استكشاف للمادة يستحوذوا عليه بشكل كامل ويخفوها عن البشر. فاللي لحد اللحظة ما انتبه على اسم تسعة اشخاص، هم تسعة اشخاص فاسمهم ناين، اسم الجروب تبعهم ناين، اللي هو تسعة اشخاص، اللي هو نفسه اي اكس، اول ماب زومبي عنا اياه مسمى على اسمهم. مع مرور فترة جدا طويلة من الوقت بدون اي اثر للبريما ماتيريا بين البشر، وفقط الناين او تسعة اشخاص هم اللي عندهم اياها، قرروا ينشروها مرة ثانية مع البشر ليشوفوا هل البشر راح يعرفوا يستعملوها بشكل كويس او لا. ومجرد ما نشروها شوي مع البشر شافوا انه فعليا الدمار والحروب رجع، فقرروا انه يسحبوها مرة ثانية بشكل كامل. الناين او تسعة اشخاص ما فقدوا الامل عن البشر بشكل كامل، ولسه واثقين انه بعض البشر من مليارات البشر الموجودين راح يكون جدير باستعمال البريما ماتيريا، وانه ممكن فعليا بعض البشر يستعملوها للازدهار فعلا بدون ينتهي بهم المطاف للدمار والحروب. فعملوا شيء اسمه السنتينل ترايل سيستم، اللي هو مثل نظام تحدي او مهمة معينة
فينك تفعلها عن طريق قطع السنتينل ارتيفاكت اللي شفناها كتير بالزومبي، وما فينك تفعلها الا باستعمال مفتاح معين توصله مع قطعة السنتينل ارتيفاكت. بس شخص يوصل المفتاح بقطعة السنتينل ارتيفاكت فعليا راح يفعل مهمة من احد المهمات هدول. المهمة هاي راح تحول البيئة اللي حوالين هذا الشخص لبيئة غير كليا. البشر الموجودين بجانب المنطقة اللي تفعلت فيها المهمة غير المشاركين فيها راح يتحولوا الى زومبيز، والشخص يلي دخل بالمهمة عنده حلين، يا اما يكمل هالمهمة الى النهاية، واذا كملها فعليا صحيح هذا الشيء معناه انه اثبت جدارته بتكملته للمهمة، وبالتالي راح ياخد شوية معلومات او شوي من العلم عن البريما ماتيريا. ما راح يعطوا المادة، لا راح يعطوا شوية معلومات لمكان اللي بعده اللي ممكن يلاقي في البريما ماتيريا. هذا المعلومات تجي عن طريقة فيجن او وحي، نفس اللي شفناه بنهاية حلقة Dead of the Night او Voyage of Despair. وعند تكملة المهمة البشر يتحولوا لزومبي رح يرجعوا لبشر، والمهمة ما لها تأثير على الوقت أبدا، فمجرد ما ينتهوا منها كأنه دقائق من وقت ما فعلوها، الوقت اللي قضوه جوا المهمة ممحي من الوقت أو غير محسوب من الوقت أبدا. طيب ممكن حد يقول بشار شو الخيار الثاني، انت قلت اللي بيخلصوا المهمة هذا الشيء بيصير فيهم. الخيار الثاني اللي دخلوا بالمهمة وما قدروا يخلصوها، واللي هو تقريبا 99% من البشر، هو الموت. فلو دخلت بالمهمة ما فينك تطلع منها، يا اما تخلصها يا اما انك تموت. تذكروا نظام المهمات والناين وهالكلام كله صار بوقت جدا قديم قبل بداية الميلاد اصلا، فعلى وقت الامبراطورية الرومانية بمصر القديمة تم انشاء مجموعة دينية او طائفة دينية نوعا ما فينا نسميهم الماسونية من رموزهم واشكالهم وشأن الكلام. فالمهم تم انشاء هالمجموعة الدينية او الطائفة الدينية، وكان هدفهم هو خدمة الناين او 9 اشخاص، وبالتالي الحصول على البريما ماتيريا عن طريق تفعيل المهمات او السنتينل ترايل سيستم. واذا حد وده ينضم للماسونية او الطائفة الدينية هاي لازم يذبح حاله يموت، بعدين يرجعوا يعيشوا باستعمال سبتر افرا، وبالتالي بنضم للطائفة الدينية هاي وفينهم يتحكموا فيه. بنهاية القرن 18 تقريبا عام 1898، يعني قبل سنتين لندخل بالتسعينات، في شخص غني اسمه أليستر رودز اشترى منطقة او ارض ببريطانيا بعد ما عرف انه هالمنطقة هاي فيها ممكن شيء له علاقة بالبريما ماتيريا او شيء من هالكلام. بنفس السنة أليستر راح على متحف هو وبنته سكارلت، اللي ما يعرف سكارلت هي احد الشخصيات اللي نلعب فيها. فالمهم راح على متحف وكان جالس يدور على قطعة معينة جوا المتحف بشكل سري، وحكى لبنته انه تراقب الوضع حواليه اذا حد قرب او شيء عشان تنبهه، وكان هدفه انه يستولي على القطعة قبل لا يستولوا عليها الطائفة او الجماعة الدينية. ايوة الاوردر او الجماعة الدينية اللي تم انشائهم على زمن الرومان قبل الميلاد لسه موجودين الى الان، وهدفهم انه يستولوا على البريما ماتيريا من الناين او التسعة اشخاص عن طريق اجبار بعض البشر انهم يفعلوا نظام السنتينل ترايل سيستم او نظام المهمات ويخلصوها او يموتوا فيها، على امل انه يستولوا على البريما ماتيريا ويستعملوها لمصالحهم الخاصة. فأليستر كان موجود بالمتحف مع بنته عم يحاول ياخذ القطعة الاثرية اللي لها علاقة بتفعيل المهمات هي قبل لا ياخذوها الجماعة الدينية. للأسف مسكوه أمن المتحف واجت الشرطة وقرروا انه غير جدير بتربية بنته، انه خطر عليها، فبعتوا بنته لمدرسة داخلية تعيش فيها، وبالتالي خسر اي تواصل بينه وبين بنته. عام 1910 أليستر سافر للمغرب ليلتقي مع برونو. برونو كان منضم للعصابات بفرنسا وكان له مهمة اغتيال شخص مهم بفرنسا، وبالغلط ادى الى اغتيال ابن هذا الشخص. فبعد هالموقف برونو ترك حياة العصابات وترك العصابة اللي كان فيها وانضم للجيش الفرنسي بالمغرب. أليستر التقى مع برونو وحكى له انه عصابته القديمة اللي كان منضم الها سرقت قطعة اثرية اللي هي سبتر افرا، اللي هي احد السبيشالست اللي نلعب فيها، ومخططين يبيعوها للطائفة الدينية او الاوردر. فشرح له خطر الجماعة الدينية هاي وانه ما لازم ياخدوا هالقطعة. فبرونو عشان يكفر عن الشيء اللي سواه من شغل العصابات والاغتيال اللي ذكرته من شوي وافق انه يساعده. بعدين الاثنين سافروا الى القسطنطينية. بهداك الوقت بالقسطنطينية كان موجود العصابة اللي كانت بفرنسا، كانوا موجودين هنيك ومعهم القطعة، وكانوا عم يخططوا ليقابلوا الاوردر ويعطوهم اياها. فالمهم قدروا انهم يدخلوا ويسرقوا القطعة من العصابة، كل من أليستر وبرونو. بعدين هربوا وراحوا لكهف قريب، وبهداك الكهف أليستر حكى لبرونو انه راح يستعمل سبتر افرا عشان يطلع مثل خريطة مخباية بهداك الكهف لازم يستعملها. فالمهم وهو عم يحاول يطلع الخريطة هجموا عليهم العصابة، دخلوا عليهم شخصين من العصابة، وبرونو قدر انه يتصداهم، وعلى بين ما تصداهم افراد تانية من العصابة قدروا انهم يخطفوا أليستر. فبرونو على طول لحق أليستر وحاول يساعده،
وعلى بين ما حاول انه يوصل للناس اللي خاطفينه وقتلهم، تلقى عدد جدا كبير من الرصاصات بجسمه، ومن الرصاصات هاي بالاخير برونو مات. بعد ما مات أليستر استعمل سبتر أفرا ليعيش برونو ورجعه للحياة، وبعد هالشي برونو أقسم لأليستر أنه رح يساعده على أي شيء بيحتاجه بعد ما شاف أنه هو اللي عيشه أو رجعه للحياة. بس اللي ما كان بيعرفه كل من أليستر وبرونو أنه لما الشخص يموت ويعيشوه بالسبتر أفرا، تلقائيا هذا الشخص بيصير تحت تحكم الجماعة الدينية، فينهم يتحكموا فيه بأي وقت بدهم إياه. واحد من افراد العصابة اللي هجموا على أليستر وبرونو قدر انه يهرب، وراح والتقى مع الجماعة الدينية وحكى لهم انه ما قدر يجيب سبتر افرا وانه اخذها كل من أليستر وبرونو، فالجماعة الدينية طعنوه حتى الموت لهذا الشخص. بعد بسنة من هالكلام عام 1911 أليستر راح وتقابل مع صاحبه شو. شو كان صاحبه لأليستر وبيعرفوا بعض من زمان، وشو كان كيميائي، كان كيميائي مهووس بشغله بشكل جدا كبير لدرجة انه زوجته تركته واخذت اولادها معاها. المهم لما كان أليستر موجود مع شو، فجأة اقتحموا المكان الجيش الالماني. هم كانوا بالمانيا وشو كان مصمم سلاح كيميائي للجيش الالماني. الجيش الالماني اجوا القوا القبض عليه وحكوله انه السلاح الكيميائي اللي صنع لهم اياه تسرب اثناء النقل وقتل 147 جندي الماني بعد ما شو حكى لهم انه راح يكون امن اثناء النقل، فاخذوه وحكموا عليه بالاعدام. أليستر تكلم مع الضابط وحكى له لو بتخلي شو يعيش راح ادلكم على مكان باقوى سلاح ممكن تشوفه بحياتك. فالضابط رضي وسمع كلام أليستر، فراحوا كل من أليستر وشو والجنود والضباط الالمانيين لاحد الاماكن اللي فيه ماده البريما ماتيريا. فشو بهذاك المكان قدر يفهم الرموز اللي موجودة وقدر انه يفتح بوابة سرية فيها البريما ماتيريا. راحوا الضباط الالمانيين بعدوهم دخلوا لجوا الغرفة وفتحوا علبة البريما ماتيريا، طلعت وتوزعت المادة بكل مكان وحولت كل قريبين منها اللي هم الضباط والجنود لزومبيز. أليستر وشو كانوا برا ما خلوهم يفوتوا، فبس شافوا انه الكل تحول لزومبي من البريما ماتيريا قدروا يهربوا بشكل جدا سريع من المعبد كل من أليستر وشو. وشو رمى احد القنابل الكيميائية اللي معه على المعبد وكانت قوية بما فيه الكفاية لتهجم المعبد على الزومبيز وبالتالي يبطل توزعهم اكتر من هيك. بس طلعوا شو حكى له لأليستر شو هالمادة شو الشيء اللي كان موجود هنيك، فراح أليستر وشرح له انه هاي البريما ماتيريا وعملت كل هالشيء عشان اساعدك من الاعدام وانا ما بدي المادة اصلا. حكى له كويس الانفجار الكيميائي اللي سويته كان قوي بما فيه الكفاية ليهدم المعبد، فبالتالي الجماعة الدينية ما رح تقدر تجي لهون وتحصل على مادة البريما ماتيريا. بعدين بورجونا انه شو عم يغادر المكان، وقبل لا يغادر عم بيحكي لشو انه راح احتاجك قبل لا غادر المدينة، وبورجونا انه القديس الاكبر تبع الجماعة الدينية قاعد عم يراقب أليستر من بعيد. بعد فترة زمنية أليستر بيعرف انه في قطعة لديانة الفايكينج او النورث ميثولوجي راح يتم نقلها من متحف ببريطانيا بلندن الى جامعة هارفارد بامريكا، وبده اياها هو القطعة. وبنفس الوقت بيشوف انه مفتاح لاحد القطع الاثرية هدول السنتينل ارتيفاكت، مفتاح الها موجود على رقبة جاسوس مكسيكي محطوطة صورته على احد الجرائد، وهالجاسوس هو شخصية دييغو اللي بنلعب فيه. فأليستر حاول يتواصل مع دييغو على امل انه يتكلم معه ويقنع انه يعطيه القلادة. المهم دييغو وافق انه يلتقي مع أليستر، فخادم أليستر جوفري اللي نلعب فيه بديد اوف ذا نايت جهز كل تجهيزات السفر الخاصة بأليستر. أليستر وصل على المكسيك، وبهالوقت كان في الثورة المكسيكية شغالة، والتقى مع دييغو باحد الصالونات الموجودة هنيك وشرح له انه عم يدور على اهم قوة موجودة بتاريخ البشر وانه لازم يحميها من ايد الشر، وانه راح يحتاج القلادة اللي موجودة مع دييغو وانه لازم يحميها قبل يستولوا عليها الاوردر او الطائفة الدينية. دييغو رفض وحكى له انه هاي القطعة هي ارث عائلي، ومثل امه حكت له انه هالقطعة لازم تحميها وانه هي جزء من شيء اكبر. فالمهم دييغو رفض، واثناء كلامهم دخلوا عليهم الجماعة الدينية بس كانوا لابسين اواعي عادية هالمرة مو لابسين عباياتهم والاقنعة الذهبية. ضربوا دييغو فقد الوعي وخطفوا أليستر، واثناء خطفه أليستر قدر انه يسرق مسدس ريفولفر من احدهم، ودييغو قام من بعد ما فقد الوعي وقدروا الاثنين انه يهربوا. بعد ما شاف هالموقف دييغو رضي انه يعطي القلادة لأليستر. بعد الاحداث هاي بفترة أليستر كان خايف انه يتم القبض عليه من الجماعة الدينية، فاللي عمله انه كتب رسالة لبنته سكارلت
شرح فيها كل الكلام وبعت لها القلادة معها وبعت لها أسماء وصور ثلاث أشخاص اللي هم دييغو برونو وشو. حكى لها إنه لو تم القبض عليه من قبل الجماعة الدينية هدول ثلاث أشخاص الوحيدين اللي بوثق فيهم. بعد ما قرأت هالرسالة سكارلت على طول توجهت لقصر أبوها اللي حكينا إنه اشترى الأرض قطعة الأرض أول شيء ببريطانيا، فعم تروح لعنده بأسرع وقت لتحاول تفهم وشو هالكلام، يعني ليش كتبت لي هالرسالة وشو هالقلادة. أثناء سفر وتوجه سكارلت لعند أبوها، كان أبوها عامل حفلة بالقصر تبعه ببريطانيا. قبل ما تبدأ الحفلة بفترة قصيرة إجوا الجماعة الدينية مسكوا حارس أليستر اللي هو جوفري، قتلوه. بعد ما قتلوه رجعوا عيشوه بسبتر أفرا، فحاليا صار تحت تحكمهم. قبل ما تبدأ الحفلة بشوي جوفري خادم أليستر بيضربه بخليه يغمى عليه وبيقيده وبيحطه تحت في القبو. بعد هيك الأوردر بيخلوا جوفري يطلع لفوق، يطلع من الأبو، هم موجودين مع أليستر تحت، وبيخلوه يرسم على الأرض رسوم معينة أو رسوم غريبة للجماعة الدينية هاي. المهم هالرسوم اللي بيكون واقف جواها أثناء تفعيل الارتفاكت أو المهمة ما راح يتأثر من البريما ماتيريا وما راح يتحول للزومبيز. المهم بينما كان جوفري قاعد عم بيرسم هالرموز وخلصها، إجوا قربوا عليه ثلاثة من ضيوف أليستر، واحد منهم كوبوي، بعدين واحد ضابط بالجيش البريطاني، وواحدة ساحرة أو من هدول العرفات يعني. فإجوا عم يسألوا جوفري إنه هو الحارس، هو مثل رئيس الخدم، فعم يحكوا له إنه وين أليستر، ليش لحد اللحظة ما طلع وما شفناه، جايين على حفله نحن. فالمهم بنفس الوقت مشان الجماعة الدينية اللي أخدين أليستر تحت بالأبو مشان يقدروا يهربوا بدون ما يوقفهم حد، فعلوا أحد مهمات السنتينل أرتيفاكت اللي حطوها الناين أو تسعة أشخاص اللي حكيت لكم إياها بالبداية. فعلوها عن طريق أحد القطع اللي موجودة عند أليستر. أليستر كان بيحاول يجمعهم، فأخذوا أحد القطع الموجودة عنده فعلوها، وكانت هاي القطعة لديانا أيرلندية للآلهة دانو. فإنه سنتينل أرتيفاكت اللي فعلوها هون هي للآلهة دانو اللي هي آلهة الأرض أو طبيعة أو شيء من هالكلام. صراحة مالي فهمان ليش السنتينل أرتيفاكت أو المهمات هدول إلها علاقة بآلهة، لحد اللحظة ما بنعرف. نحن بنعرف إنه هالمهمات حطوها الناين أو تسع أشخاص مشان فقط اللي خلصها يثبت جدارته إنه يعرف أو يستعمل البريما ماتيريا. فعن نهاية الفيديو راح أعطيكم كم نظرية إنه ليش إلها علاقة بآلهة معينة. فالمهم فعلوها الجماعة الدينية لستثن الارتفاكت وقدروا يهربوا قبل لا يعلقوا فيها، والبشر كلهم اللي بهالمنطقة تحولوا لزومبي من البريما ماتيريا إلا الأربع أشخاص اللي هم جوفري وضيوف أليستر اللي كانوا واقفين بحدود الدائرة. فالمهم الأربع أشخاص هدول بيكملوا بيخلصوا مهمة السنتينل أرتيفاكت واللي هي بالنسبة إلنا لما نحل اللغز، وبيطلع لهم آخر شيء مثل فيجن أو وحي بسيط للشيء اللي لازم يعملوه بعد هيك ليحصلوا على البريما ماتيريا، واللي كان طالع لهم اللي هو السنتينل أرتيفاكت اللي لها علاقة بديانة الفايكنج اللي موجودة بفويد أوف ديسبير. بهالوقت جوفري بيكون تحت تحكم الجماعة الدينية، بياخد سيف قريب منه وبيقتل الثلاث أشخاص وبيحكي لهم أنتوا غير جديرين، مع أن هم جديرين، هم مجرد ما خلصوا المهمة يعتبروا جديرين من التسع أشخاص، بس جوفري بتحكم الجماعة الدينية أخذهم غدر وقتلهم الثلاثة. بهالوقت بتكون وصلت سكارلت من سفرتها ولقيت القصر عم بيحترق، لأنه لما جوفري قتل أحد الأشخاص وقع مثل نار على مكان وحرقه. فالمهم بيجي سكارلت وبتشوف أنه جوفري قتلها ثلاث أشخاص، فبتطخه على طول، ما بتعرف أنه هو تحت تحكم الجماعة الدينية لسه، ما بتعرف الكلام كله، فبتطخه وبتجي بتحكي له وين أبوي، وين خطفت أبوي. بيحكي له أنت جيتي متأخرة بشكل جدا كبير. بعدين سكارلت بتشوف أنه في سيارة اشتغلت فيها جماعة دينية ومعهم أبوها وعم بيهربوا. يمكن حد يحكي معقولة كل هالوقت من أول ما فعلوا المهمة لحد اللحظة كل هالوقت بس عم يطلعوا السيارة؟ مثل ما قلت لكم بالبداية لما تفعلوا المهمة سنتين الارتفاكت لأحد الآلهة بتوقف الوقت، فإنه قبل لا تفعلها ولما تخلصها كأنه دقيقة، بس أنت جواتها بتقعد وقت جدا طويل إذا خلصتها أو يمكن تموت جواتها أصلا. فالمهم سكارلت بتلحقهم على أمل إنه تأنقذ أبوها، بتقتل واحد اثنين منهم، بس آخر شيء سيارتها بتخبط على طرف الشارع والجماعة الدينية بياخدوا سكارلت بيطلعوا بالطيارة وبيهربوا. بهالوقت سكارلت تفتح رسالة أبوها وبتشوف إنه حكالها إذا تم خطفي من الجماعة الدينية هدول ثلاث أشخاص الوحيدين اللي بوثق فيهم عشان تساعديني ومشان توقفوا الجماعة. بعد هالكلام بفترة عام 1912 سكارلت بتقابل ثلاث أشخاص هدول وبتشرح لهم عن كل شيء صار وعن رسالة أبوها، بتحكي لهم مكتوب بالرسالة إنه لازم نروح نأمن هالقطعة اللي هي السنتينل الأرتيفاكت لعائلة الفايكنج على سفينة التايتانيك قبل لا ياخدوها الجماعة الدينية. ففعلا بيلتقوا هنيك دييغو بيقدر يسرق مفتاح
من احد النساء هناك لجناح المليونير، بيسرق المفتاح وبيعطي لكل من شو برونو، بيفوتوا على جناح المليونيرية، بيلاقوا كم حارس برونو بيستلمهم بكل بساطة، وبعدين شو بينزل انبوب الغاز لتحت على الحراس مشان يدخلهم بنوم طويل. وبهالوقت بتفوت سكارلت وبتفتح الخزنة وبتاخد فعلا السنتينل ارتيفاك. مجرد ما تاخدها بيجيها احد الاشخاص من الجماعة الدينية اللي بيكون عم يراقبهم عم يستناهم يسووا هم كل الشغل مشان ياخد على اخر ثانية. فالمهم بيجي وبياخد منها السنتينل ارتيفاك، وبنفس الوقت بياخد القلادة اللي على رقبة سكارلت اللي هي كانت مع دييغو، المفتاح اللي بتوصل مع الارتيفاك ليفعل المهمة. فالمهم فبياخد مفتاح وبيفعل مهمة الناين او تسع اشخاص هالمرة هالمهمة لإله اودن بدين الفايكينج. فالمهم الشخصيات بيضلوا على انين بستان الارتفاكت، منحل اللغز منخلصها، وبتجينا رؤية او فيجن للمكان التاني لازم نروح عليه من اجل ان نستولي على البريما ماتيريا. هاي هي هدفها، التسع اشخاص حاطينها، بس الشخصيات هون ما عندهم خبر انه شو البريما ماتيريا، بس عم بيروحوا او عم بيسووها مشان على امل بالمنطقة اللي بعدها الى او ابو سكارلت موجود هنيك. فالمهم تطلع لهم رؤية لمثل بوابة قديمة، شخصية شو بيحكي انه بيعرف مكان هالبوابة، قرأها باحد الكتب وموجودة بمدينة دلفي باليونان. ونفس الوقت لما خلصوا المهمة كل البشر رجعوا زومبي، مثل ما تركم بالبداية أثناء تفعيل المهمة والانتهاء منها كل الوضع رح يرجع طبيعي، وكملت السفينة بالغرق. ومنشوف آخر شيء إنه شخصية برونو هو من الجماعة الدينية، لو تتذكروا قبل لما مات برونو وبعدين عايشوا أليستر باستعمال سبتر أفرا، رجع عاش بس صار تحت تحكم الجماعة الدينية، بس أليستر ما كان بيعرف وبرونو نفسه ما بيعرف إنه هو تحت تحكم الجماعة الدينية. لما يتحكموا فيه مخه بيروح بشكل كامل، بيصيروا هما بيتحكموا فيه، ولما يرجع لطبيعته ما بيعرف إنه هو كان تحت تحكمهم. فبالوقت اللي شو كان عم يحكي للشخصيات إنه هالبوابة بعرف وين مكانها بالمدينة دلفي باليونان، كان برونو تحت تحكم الجماعة الدينية وبيسمعوا هالكلام وبيروحوا بيتوجهوا الجماعة الدينية لدلفي باليونان. كمان شخصياتنا كمان بيتوجهوا لدلفي، بيوصلوا هناك لأحد الكهوف وفعلا بيلاقوا البوابة موجودة يلي شافوها بالفيجن بفوج الدسبير، بس البوابة بدها مثل رمز معين لتنفتح ويقدروا يفوتوا عليها. هناك بيسمعوا صوت الأوركل، الأوركل تتكلم معهم وبتحكي لهم إنه في مثل بركة قدامكم فيها دخان، استنشقوا هالدخان عشان تعرفوا الكود او الرمز السري اللي راح يدخلكم بهالبوابة. بتنبههم تحكي لهم مجرد ما تستنشقوا هالدخان راح تسافروا بالزمن الى الماضي، مو فعليا راح يسافروا بالزمن، لا راح يسافروا بوعيهم الى الماضي. فالشخصيات بلاقوا حالهم بالماضي على زمن الامبراطورية الرومانية بمصر القديمة، بلاقوا حالهم انه هنيك هم عبيد، بلاقوا بعدين انه القديس الاعلى بالجماعة الدينية هنيك فعل احد مهمات الناين او تسع اشخاص وفعل سنتنال ارتيفاكت اللي لها علاقة بالاله راع اللي هو احد آلهة الفراعنة. فانه بهذاك الزمان كانوا الجماعة الدينية يجيبوا بشر عبيد يخليهم هم يفوتوا جوا سنتنال ارتيفاكت او المهمة هاي ويخلصوها مشان هم بعدين ياخذوا البريما ماتيريا او يعرفوا علم اكتر عن البريما ماتيريا. فما بيدخلوا هم جوا المهمة، لا بيجيبوا عبيد يفوتوا فيها، لانه مجرد ما تتفاعل سنتنال ارتيفاكت وتفوت جواها في خيارين، يا اما تخلصها وتطلع يا اما تموت، ما في انك تطلع من نصها بدون ما تخلصها. فبيجيبوا عبيد بيخليهم يفوتوا فيها وهم بيتفرجوا عليهم. وبهالوقت العبيد كانوا اربع شخصياتنا لما رجعوا بوعيهم للماضي. فالمهم الشخصيات بيخلصوا هالمهمة وبيطلع لهم بعدين اخر شيء الكود، وبيطلع لهم شكل البوابة اللي هي بوابة دلفي. فالقديس الاعلى بيحاول يمد ايده ويفوت جوا البوابة، بس بتهاجمه البريما ماتيريا لانه مو هو اللي خلص المهمة هاي، فهو غير جدير بالبريما ماتيريا او غير جدير انه يفوت جوا البوابة. فبعدين تجي بتحكي له سكارلت انه نحن اللي خلصنا المهمة، وعلى حسب القانون عندهم انه لما عبيد يخلصوا المهمة هاي فبيحرروهم. فبتحكي له لازم تحررنا، بعدين بيروح القديس بيحكي له انت مجرد عبدة، وبعدين بيأمر انه يقطع راسهم كلهم. طبعا اظن انه سكارلت كان اصلا عم تحكي له الشيء، اصلا بده انه جماعة دينية يقتلوهم مشان خلصوا المهمة، فالطريقة الوحيدة لانهم يرجعوا لوعيهم انه يموتوا، ومشان هيك عم تمثل عليه او تفت عليه مشان تصير غضبه وتخليهم يقتلهم ويقوموا ويرجعوا لوعيهم بسرعة. لانه في راديوهات باي اكس، او مو راديوهات، على وقتهم ما في راديوهات، كان شيء معين بيشغلنا صوت بماب اي اكس، منشوف انه في شخصين رجعوا بالماضي لاي اكس وفعلا كانوا عبيد وتفعل فيهم السنتين الارتيفاكت، بس ما عرفوا يخلصوها وضلوا يموتوا ويعيدوا ما لا نهاية، لانه هاي مو سنتين الارتيفاكت عادية، لا هاي مثل رجع بالماضي، فلما يموتوا بيرجعوا يعيدوا. مثل ما شفنا بعلان اي اكس كانوا شخصياتنا شفناهم عم يموتوا اكتر من مرة، فانه ضلوا يموتوا ويعيشوا يموتوا ويعيشوا لحديت ما خلصوها اخر شيء.
فهذوليك الشخصين اللي علقوا فيها ضلوا علقانين للأبد عم يموتوا ويعيشوا فيها ما لا نهاية. المهم بعد ما يموتوا الشخصيات بآي إكس بيقوموا بوعيهم بالحاضر، وبتكون سكارلت متذكرة الرمز اللي شافته على البوابة بعد ما خلصوا المهمة بآي إكس، بتروح بتحط الرمز وفعلا هالرمز بيكون صحيح وبيفتح لهم البوابة لمدينة دلفي الحقيقية الموجودة تحت الأرض. مدينة دلفي والأثار الموجودة فوق الأرض عند البشر هاي نسخة عنها، هاي الطبيعية الأصلية الموجودة تحت الأرض المخباية. فوتوا على المدينة وبيلاقوا إنه مهمة السنتينل أرتيفاكت أو أحد مهمات الناين مفعلة بهالمكان وما حدا خلصها، والمهمة المفعلة هون هي للإله زوس أحد آلهة الإغريق. يعني اللي شفناها بآي إكس كانت للفراعنة، اللي شفناها بديد أوف ذا نايت كانت لدانو، واللي شفناها بفويج أوف ديسبير كانت لأودن، هي حسب البركات اللي عنا إياها. وبعدين هون موجودة لزوس أحد آلهة الإغريق لو إله الرعد عندهم أو الكهرباء أو شيء من الكلام. فالمهم المهمة مفعلة هون وما حدا خلصها، بروح هونيك بتقابلوا مع الأوركل نفسها اللي كلمتهم وحكيت لهم يرجعوا بالماضي لآي إكس مشان يطلعوا الكود ويفتحوا البوابة. فالأوركل بتحكي لهم إنه هي محبوسة هون صار لها فترة جدا طويلة، وإنه لسكارلت عشان تلاقي أبوها لازم تحررها هي بالأول، وإنه اللي حبسها هون هو بيرسيوس. بيرسيوس هو أحد أبناء آلهة الإغريق بالحقيقة، يعني بالأساطير الحقيقية إنه أحد أبناء الإله زوس بيرسيوس، بس النسخة الموجودة هون هو نسخة فاسدة أو نسخة شريرة عنه، هو اللي حبسها وإنه لازم نقتله عشان ناخد المفتاح ونحررها. ففعلا هذا اللي بنسويه بماب انشنت ايفل، نمشي بمهمة الاله زوس وعشان اخر شيء نقتل بيرسيوس وناخذ مفتاح ونحرر الاوريكل ونحرر ابو سكارلت أليستر. بس بنفس الخطوات بيكون في مثل منطقة ما فيها الا برونو وشو، فالجماعة الدينية بيتحكموا ببرونو بشكل كامل بيخلوه يقتل شو، برجع بيعيشوا باستعمال سبتر افرا. فحاليا برونو وشو هما الاثنين تحت تحكم الجماعة الدينية. المهم نكمل بخطوات اللغز وبنقتل بيرسيوس وبناخد مفتاح وبنجي نحرر الاوريكل، وبعدين الاوريكل بعد ما حرروها بتفتح لهم مثل بوابة تحت تحكي لهم تحت محبوس أليستر. بعد هيك بتمثل انه قاعدة تموت، فسكارلت تحكي لثلاث شخصيات الباقيين روحوا ساعدوا ابوي وانا رح ضل هون مع الاوركل عشان ساعدها. بنزلوا الشخصيات لتحت وبيلاقوا انه أليستر والجماعة الدينية اللي خاطفينه كلهم متحجرين متحولين لحجر. فدييغو على طول بيستوعب انه في شي غلط، بيطلع بسرعة لفوق لعند سكارلت. على بين ما يطلع الاوركل بتكون طلعت على حقيقتها اللي هي انها ميدوسا. ميدوسا هي احد الاشرار بديانة الاغريق القديمة اللي راسها عبارة عن افاعي، واللي هي انه مجرد ما تحط عينها بعين واحد هذا الشخص راح يتحجر على طول. فميدوسا اللي بتعمله انها بتبوس او بتقبل سكارلت، وعن طريق هاي القبلة بتعرف كل شيء عن العالم الحديث. هي عندها قوة يعني غير طبيعية وكانت محبوسة هون لفترة جدا طويلة الاف السنين، فعن طريق هاي القبلة عرفت كل شيء عن العالم الحديث. ومجرد ما خلصت من القبلة بيكون وصل دييغو وحاول تحجر دييغو، بس تخبى ورا العمود على طول ورمت سكارلت على الارض بعد ما اغمى عليها من القبلة. بعدين بيجي دييغو بياخد سكارلت وبيرجونا انه مدوسة او الاوراكل هي مثل الشر الاعظم بهالقصة، وبتحكي انه العالم رح يكون الي رح افتح مكتبة. ولهون بتنتهي قصة الفوضى بهالسيزن من بلاك اوبس 4، ممكن نشوف تكملة الها بالسيزن القادم. حاليا اخر شيء انتهينا انه كل من شو وبرونو تحت تحكم الجماعة الدينية، سكارلت مغمى عليها ودييغو هو الوحيد اللي حاليا على عقله معاهم. وما بنعرف صراحة هل الجماعة الدينية مع مدوسة او الاوراكل او ضدها، لانه بنشوفهم متحجرين تحت مع أليستر ابو سكارلت. بس اخر شيء بنشوفه انه لبست قناعهم، فمشان هيك لحد اللحظة ما بنعرف، مع الماب القادم او الحزمة اللي بعدها رح نعرف ان شاء الله. طيب واخر شيء مثل ما شايفين بالعنوان كاتب انه القصة ممكن لها علاقة بالدين الاسلامي، او مثل ما قلتلكم بالبداية. طبعا شو الشيء اللي له علاقة بالدين الإسلامي؟ لو تتذكروا تكلمنا عن الناين أو التسع أشخاص يلي عم بيحاولوا قدر المستطاع إنه يخبوا البريما ماتيريا عن العالم بعد ما شافوا الدمار اللي عم تسببه للعالم. فهالتسع أشخاص جدا مجهولين، ما حدا بيعرف مين هم، ناس بيحكوا هم آلهة، منهم الأربعة اللي هم إله زوس، أودن، راع ودانو اللي هم البركات، وباقي خمسة كمان هم آلهة لأديان تانية. لأنه شو هالقوة الغريبة اللي عندهم إياها لقدروا إنه يخبوا البريما ماتيريا عن البشر، وعلى مدار التاريخ آلاف السنين مجرد ما أي حدا من البشر يكتشفها كانوا يتدخلوا ويوقفوها، وبعدين قدروا يعملوا نظام السنتينال أرتيفاكت أو المهمات هاي. عندهم قوة جدا رهيبة، فكتير متوقعين إنه هم آلهة. طيب فعنا أربع آلهة وباقي خمسة. اسم السبيشاليست موجود عندنا بالزومبي اللي هو العبارة عن حلقتين نرميهم وبترجع لإيديك،
اسمه على احد آلهة الهندوس الهندية، فانه هذا احد الآلهة موجود بالقصة. ولو تتذكروا قلتلكم انه في شخصين رجعوا بالماضي على اي اكس وضلوا على الانين فيها عم يموتوا ويعيشوا، كانوا عم بيحاولوا انه يخلصوا مهمة اي اكس قبل الشخصيات الاربعة ليرجعوا يسووها. فهالشخصين بالراديوهات اللي سمعناها كانوا راجعين عشان ياخذوا قطعة اسمها الهولي جريل. الهولي جريل بالديانة المسيحية هي احد القطع اللي كان نبي الله عيسى عنده اياها. فما ابي احرف، ما ادري اذا عنا في دين الاسلام نفس الشيء، فاتمنى اذا واحد يعرف يفيدنا بالكومنت، هل عنا في دين الاسلام فعلا كان في شيء اسمه الهولي جريل وكان عنده اياه نبي الله عيسى، ولا فقط بالديانة المسيحية؟ فالمهم انه الديانات الابراهيمية موجودة بالقصة اللي هي المسيحية الاسلام واليهودية. وحسب ما شفنا نظرية احد اليوتيوبر انه التسعة اشخاص هم كلهم آلهة، فالاربعة هو الاربعة اللي عندنا يوم حاليا هو اله الفراعنة، بعدين فايكينج والاغريق ودانو، عندنا الخامس تبع الاله الهندوس اللي على اسمه اسم السبيشاليست، والسابع هو بودا من ديانة البوذية، والثلاث الباقيين هم حسب ما بيحكي اليوتيوبر انه نبي الله عيسى للمسيحية، نبي الله موسى للديانة اليهودية، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الاسلام. Potential candidates include Abrahamic prophets, the Abrahamic God, or maybe Muhammad from Islam due to the reference to the Holy Grail, Vishnu from Hinduism as the Chakram specialist weapon is a reference to Hinduism, the Oracle herself, and more. انه هدول التسع اشخاص او الناين، انه هالتسع اشخاص باستعمال البريما ماتيريا بوقت من الاوقات كان عندهم قوة رهيبة خلت الناس يأمنوا فيهم، وبعدين اخذوا البريما ماتيريا ليحموا البشر. صراحة لو عملوا هالشيء رح اوقف العب الزومبي، رح اقاطعها، بالذات قصة الفوضى ما رح العب اي شيء له علاقة فيها، لانه دين الاسلام او بالذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خط احمر، مو بس سيدنا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى كلهم انبياء عنا في الاسلام، فنتمنى انه ما يقربوا صوبهم. ما اظن الشركة رح تاخذ هالطريق، ما اظن صراحة مقنعة كاتجاه القصة، مقنعة انه ممكن يروح على هالطريق، بس ما اظن يسووا هالشيء لانه ممكن بعد الديانات تكون عندهم عادي، بس اظن بيعرفوا انه الدين الاسلامي لو قربوا عليه اللاعبين المسلمين راح يقاطعوا اللعبة، او على الاقل راح نقاطع اي شيء له علاقة بزومبي قصة الفوضى، واللعبة راح تنمنع بالشرق الاوسط. فما اظن تاخذوا هالطريق، بس خلنا نستنى ونشوف مين هم التسع اشخاص او الناين. يا شباب هيك كون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، والله جدا تعبني. اكتبوا بالتعليقات شو رايكم على القصه بشكل عام، عجبتكم او لا، واذا واحد عنده اي تفاصيل اتمنى يفيدنا بالكومنت. وبس كان معكم شركيال وشركه كيشكم ديهات تاني ان شاء الله، مع السلامه.